جاتني الفكرة. شوف هي جات فجأة، صفتها لنا الملحن والشاعر هيثم شعبان والأستاذ هيثم زيات، سمعتها نيشان قلت لي هذه ما غنتنازلش على هذه الأغنية لأنها كلمة جميلة كتعني الكثير في المجتمع ديالنا العربي، مساتني بزاف، فقررت أنني نغنيها وقررت أنني نجرب واحد النوع جديد، واش غنتقنو واش ما غنتقنوش. المهم كانت واحد جازفت والحمد لله تفوقت على نفسي والحمد لله نالت استحسان الجمهور. لا بالعكس التعلقة، كل واحد عنده الخط ديالو، كل واحد عنده اللاين ديالو. زينة الداودية الشعبي الراي اللي كنت كنسمعو، انا باقي ما بديتش كنغني اللي هو حاول وحاول يا ناسيني ديرو كيما انا، بزاف ديال الاغاني اللي تبارك الله عليها تألقات فيها وكنت كنسمعها انا. بالعكس اللي عنده صوت جميل انه يطور من نفسه او يتحدى نفسه ويجرب كل الالوان سواء طربية أو غيرها. بالعكس الحمد لله يعني تفوقات على نفسها وغنات الأغنية وكانت جميلة بزاف وكان هنأها بالعكس. يا ناري كان حمق على زينة الدودية بنت الشعب وأنا تنحمق على ولاد الشعب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.